وطبعا في العديد من الآليات اللي بتستخدم في رصد الظواهر الجوية وتحليل هذه الظواهر وأيضا التنبؤ بها. طبعا بتبدأ هذه العملية بعملية الرصد اللي بتكون من خلال المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية المنتشرة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، عددها 120 محطة على مستوى الجمهورية، بتتنوع ما بين محطات رصد سطحي ورصد طبقات جو عليا، وأيضا رصد للظواهر زي التلوث الجوي والإشعاع الشمسي وايضا بعض الظواهر المختلفه. طبعا هذه المحطات بترصد الظواهر الجويه كل ساعه على مدار ال 24 ساعه، ده معناه ان بيكون عندي 24 رصده خلال اليوم من مختلف المحطات على مستوى المحافظات في الجمهوريه. بيتم تجميع هذه البيانات داخل المقر الرئيسي للهيئه العامه للارصاد الجويه، ثم بنقوم بتوقيع هذه البيانات على خرائط جويه حضراتكم هتشوفوها، وثم بيقوم المتنبئ الجوي بتحليل هذه الخرائط الجويه وفصل المنخفضات الجوية عن المرتفعات الجوية وتحليل الكتل الهوائية المؤثرة على حالة الطقس. طبعا كل ما بتزيد فترة التنبؤ بتقل دقة التنبؤ، فعشان كده احنا بنكتفي بمدة تنبؤ لمدة اسبوع. ايضا هناك من الاليات هي صور الاقمار الصناعية، وهي رصدة واقعية للغلاف الجوي، هي بتكون رصدة كل 5 دقائق للغلاف الجوي، بترصد ديناميكية وحركة السحب والغلاف الجوي، نقدر نحدد من خلالها كميات السحب وانواعها وكميات الامطار والظواهر الجوية المختلفة زي الأتربة زي الضباب والشبورة الكثيفة. ايضا هناك منظومه الرادار، وهي عباره عن منظومه بتتكون من 3 رادار طقس موجودين في 3 مناطق في جمهوريه مصر العربيه، بنقدر من خلالهم نرصد ونحلل كميه الامطار وزمن وقوعها من خلال السحب اللي بتكون موجوده على صور الرادار. القانون اللي صدر اللي بيحدد مسؤوليات الهيئه العامه للارصاد الجويه، فهي الجهه الوحيده الرسميه في جمهوريه مصر العربيه المسؤوله عن اصدار التوقعات بحاله الطقس وايضا الانذارات الجويه والبحريه. طبعاً ده بيتمثل في الإدارة العامة للإنذار المبكر بمخاطر الطقس، وبتنقسم ل3 إدارات: إدارة التنبؤات والإنذار المبكر، إدارة الاستشعار عن بعد، وإدارة التنبؤات البحرية. طبعاً بتقوم بإصدار التحذيرات الجوية قبل الحالة الجوية ب72 ساعة. أيضاً طبعاً بنقوم بإصدار النشرات والتحذيرات البحرية اللي خاصة بحالة البحر الأحمر والمتوسط ومنطقة خليج السويس ومنطقة أيضاً قناة السويس. العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر لديها احدث الانظمه العالميه. يمكن احنا حاليا في مرحله التحول من الجيل الثاني للاقمار الصناعيه الى الجيل الثالث للاقمار الصناعيه. الصوره اللي كانت بنشوفها كل ربع ساعه في الجيل الثاني للاقمار الصناعيه هنقدر نشوفها كل 10 دقائق، وصور اقمار صناعيه اللي كنا بنستقبلها كل 5 دقائق هتصبح كل 2.5 دقيقة. فبالتالي هيكون رصد دقيق جدا وحديثه للتنبؤات والانذار المبكر حاليا، وهي تعتبر واحده من 4 منظومات على مستوى العالم اللي من خلالها بنقدر نشوف صور الأقمار الصناعية والخرائط الجوية ورادارات الطقس. طبعا تم تحديث أيضا بعض المحطات اللي موجودة في الجمهورية اللي عددها 120 محطة، فيها بعض المحطات الأوتوماتيكية اللي بتشتغل بشكل أوتوماتيكي بدون تدخل العامل البشري. عندنا السادة الأخصائيين والمتنبئين الجويين بيتم إفادتهم في دورات تدريبية في مختلف الدول العربية والأوروبية، بيتم تحديث المعلومات أول بأول، بيكون في دورات على طول، وبيكون في طبعا تنشيط للمعلومات المتعلقة بمجال الأرصاد الجوية. الرصد بيكون لها شروط بتضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، من أهم شروطها أن بيكون في هي المحطة بتكون داخل كشك خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، ولازم تكون في منطقة محاطة بزراعة، وطبعا تكون منطقة بعيدة تماما عن المباني. طبعا أي رصد خلاف هذه الشروط بيكون رصد مخالف لتعليمات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويمكن ده دايما بيعمل لنا يعني بعض المشاكل مع الجمهور اللي دايما بيقول لنا انتوا بتقولوا درجات حراره اقل من الواقعيه. لا، درجه الحراره لازم تقاس بهذه الشروط على ارتفاع 2 متر من سطح الارض وداخل كشك خشبي، لان احنا بنقيس درجه حراره الهواء وليس درجه حراره اشعه الشمس. طبعا عناصر المحطه الجويه بتتكون من 7 عناصر بترصد الضغط الجوي، الرياح، الحراره، الرطوبه، الامطار، السحب، ايضا الظواهر الجويه المختلفه والرؤيه على طبعا الممر الرؤية الأفقية
الأفقية تقعد جميعها بتقيس الرصدة على مدار ال 24 ساعة. كل ساعة بيكون في رصدة بيتم تبليغها للمقر الرئيسي في الهيئة وبيتم توقيعها على الخرائط، ومن خلالها بنقدر نحدد الكتل الهوائية المؤثرة علينا. في بعض المحطات بتكون متخصصة في طبقات الجو العليا، يعني مش بس بنرصد رصد سطحي على مستوى سطح الأرض، لا بيكون في المحطة بتكون عن طريق البالون بيبدأ يرتفع لطبقات الجو العليا حتى 30,000 كيلو متر بعيدا عن سطح الأرض، فبالتالي نقدر نشوف رصدة للغلاف الجوي. أيضا في بعض المحطات متخصصة في قياس نسبة الأوزون ونسبة التلوث في الجو، وبعض المحطات بتقيس نسبة الإشعاع الشمسي، وكل دي عوامل مهمة جدا للتنبؤ بحالة الطقس. بعد رصد حالة الطقس من المحطات ال 120 محطة بيتم تجميع المعلومات في المركز الرئيسي في الهيئة، بيتم إذاعته دوليا للبنوك الإقليمية اللي موجودة في نيجيريا وفي الجزائر. طبعا هذه الأماكن بتجمع البيانات من الدول المختلفة، بعد كده بتجمع دوليا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبيعاد إذاعتها مرة أخرى، بترجع لي البيانات مرة أخرى. فأنا مثلا ببلغ بيانات جمهورية مصر العربية، بستقبل بيانات جميع الدول المحيطة بي. الغلاف الجوي ملوش حدود، يعني ما اقدرش اقول ان انا هشوف بيانات مصر بس واعتمد عليها في اصدار التنبؤ او الانذار، لازم اشوف الكتل الهوائيه المحيطه بيا، لان احنا بنتاثر بكتل هوائيه سواء قادمه من الشمال او من الجنوب او من الشرق او من الغرب. فالصادر العام 2023 قانون رقم 25 تنظيم الارصاد الجويه هو بينص ان الهيئه العامه للارصاد الجويه التابعه لوزاره الطيران المدني هي الجهه الوحيده المسؤوله في الدوله عن اصدار التنبؤات والتحذيرات الجوية. أما بالنسبة للمراكز الأخرى فهي بتخدم القطاعات الموجودة داخلها، زي مركز المعمل المركزي للتغيرات المناخية ده بيخدم قطاع الزراعة فقط، لكن المائية والري بيخدم قطاع الموارد المائية والري، لكن الجهة المسؤولة رسميا طبقا للقانون، وطبعا ده قانون صادر بقرار رئيس جمهورية، هي الهيئة العامة للأرصاد الجوية. طبعا عندنا متخصصين في مجال التنبؤات الجوية عندهم خبرات عالية جدا. المتنبي الجوي عشان يوصل ان هو يكون متنبي جوي بيكون حاصل على بكالوريوس علوم، دبلومة أرصاد جوية، ماجستير ودكتوراه في الأرصاد الجوية، سنتين تدريب في مركز التدريب الإقليمي، ثم يبدأ يكون متنبئ جوي. فلازم طبعا يكون خبرة عالية جدا، ولازم يكون واخد شهادة معتمدة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. الأرصاد الجوية هي أحد الدول المنظمة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وترأسنا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فترتين متتاليتين لمدة 8 سنين متوالية. طبعا الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الدول المتقدمة جدا في علم الأرصاد الجوية. أيضا بالنسبة للهيئة العامة للأرصاد الجوية حاصلة على 3 شهادات الجودة، شهادة جودة البيئة وجودة الأيزو 9001 وأيضا جودة السلامة والصحة المهنية، وأيضا شهادة رابعة مؤخرا في جودة التدريب، لأن احنا مركز إقليمي للتدريب. فهنا على عدة مراحل، أولا في بداية التحقق بالهيئة لازم يكون في تدريب خلال مركز التدريب الإقليمي لمدة سنة، بيشهد دورات تدريبية وبياخد شهادة معتمدة من مركز الإقليمي للتدريب ومن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. بعد كده بيبقى في دبلومة أرصاد جوية بيبدأ أنه يحصل عليها، ثم بعد كده التدريبات مستمرة في مجال العمل، لأن احنا بعد كده بيبقى كل واحد بيتخصص في مجال معين، حد بيتخصص في التنبؤات، حد بيتخصص في البحث العلمي، حد بيتخصص في مجال التدريب، فكل بناء عليه كل فرد بيحصل على دورات تدريبية متقدمة في هذا المجال. ابتدى معانا 22 ديسمبر الماضي، ومتوقع ان هو يستمر معانا قرابة الثلاث اشهر، يعني هينتهي في 20 مارس ويبدأ بعده فصل الربيع 21 مارس. فصل الشتاء هو فصل انخفاض قيم درجات الحرارة في جمهورية مصر العربية، فصل الامطار على المحافظات الشمالية، يمكن فرص الامطار في فصل الشتاء بتزيد بشكل كبير على المناطق الساحلية عن المحافظات الجنوبية. يعني احنا في فصل الخريف بتبقى المحافظات الجنوبية هي اكثر عرضة للامطار، لكن في فصل الشتاء بتبقى المحافظات الساحلية او المحافظات الشمالية اللي بتكون اكثر عرضة للامطار. زي ما بنقول فصل الشتاء هو فصل انخفاض قيم درجات الحرارة، فاكيد بنتعرض فيه لموجات انخفاض قيم درجات الحرارة، احيانا بنتعرض لموجات الصقيع في فصل الشتاء، وخاصة في المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير زي محافظات شمال الصعيد او وسط سيناء، لما قيم درجات الحرارة بتنخفض لاقل من 5 درجات. كمان فصل الشتاء بيحصل فيه تساقط للثلوج، هو موسم تساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين او وسط سيناء تحديدا. لما نتكلم كمان ان هو طبعا بفصل تتابع المنخفضات الجوية على البحر المتوسط، فاكيد بيحصل فيه حالات من حالات عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اللي بتكون معها
معاها امطار بتختلف شدتها من حاله للتانيه، يعني على حسب كل قوه حاله بيبقى في امطار، ممكن تبقى امطار متوسطه او غزيره او خفيفه على المحافظات الشماليه، ممكن بتوصل للقاهره الكبرى او محافظات الصعيد احيانا، لكن التاثير الاكبر للامطار بيبقى على المحافظات الساحليه بسبب قربها من المنخفضات الجويه. وفي بعض حالات عدم الاستقرار بنشوف تساقط لحبات البرد، حبات البرد كمان بتتساقط في فصل الشتاء بشكل كبير بنحس بيها، اللي هي الكرات الثلجيه اللي بتبدا نشوفها في فصل الشتاء مع سقوط الامطار، واحيانا في بعض الاماكن بتغطي بعض المحافظات، شفناها العام الماضي او اللي قبله في الغردقه او في الاسكندريه. اهم التوزيعات الضغطيه اللي بتاثر علينا في فصل الشتاء هو طبعا المنخفض القبرصي، المنخفض القبرصي ده بيبقى موجود على البحر المتوسط، لو تزامن معه منخفض جوي في طبقات الجو العليا ده بيعمل حاله من حالات عدم الاستقرار. كمان المرتفع السيبيري ده من اهم التوزيعات الضغطيه في فصل الشتاء، بيكون معاه كتل هوائيه شديده البروده بتبقى جايه من مناطق درجات الحراره فيها سالب 50، بتبدا تمر على البحر المتوسط وتاثر علينا بانخفاض كبير في قيم درجات الحراره، وموضوع العروض الوسطى او المرتفع الازوري ده بيبقى الكتل الهوائيه جايه من جنوب اوروبا بتبقى اكثر لطفا او دفئا من الكتل الهوائيه طبعا مع المرتفع السيبيري. كل حاله جويه بيبقى ليها توزيعات ضغطيه مختلفه. كمان من اهم الظواهر الجويه اللي ممكن نشوفها في الشتاء الشبوره المائيه، الشبوره المائيه في الخريف وفي الشتاء تحديدا بتكون شبوره مائيه ضبابيه، احيانا بتستمر الضباب لمده عده ايام على الطرق، يعني انخفاض في الرؤيه الافقيه اقل من 1000 متر او بتنعدم الرؤيه الافقيه احيانا. دي من اشهر الظواهر الجويه في فصل الشتاء لما بيكون في استقرار في الاحوال الجويه. مش معنى ان احنا بنقول استقرار يعني الجو ما فيهوش ظواهر جويه خطيره، لا، الشبوره المائيه من اخطر الظواهر الجويه اللي بتاثر علينا في حالات عدم في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه في فصل الشتاء. فصليه دقتها لا تتجاوز ال 20 او ال 15%. من حيث قيم درجات الحراره لشتاء هذا العام هي قريبه الشبه للاعوام الماضيه او العام الماضي تحديدا، يعني بعض الايام بيكون فيها درجات حراره حول المعدل، ممكن بعض الايام اعلى من المعدلات، وبعض الايام الاخرى يتخللوا موجات انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن مش الشتاء الابرد على الاطلاق زي ما الناس دايما بتقول اشاعات قبل بدايه فصل الشتاء، لا، هو زي العام الماضي، يعني قيم درجات الحراره سجلناها قبل كده. لكن تحديدا في هذا العام بيأثر علينا ظاهره النينيو، وده نمط مناخي طبيعي بيأثر على كل دول العالم منهم جمهوريه مصر العربيه. النمط ده بيؤدي لارتفاع في متوسط درجات الحراره العالمي لسطح الكره الارضيه، فبالتالي في الشتاء هذا العام وارد جدا نشوف عنف للظواهر الجويه اللي ممكن تأثر علينا. ظاهره النينيو بتقوي التغيرات المناخيه بتجعلها اكثر عنفا بسبب ارتفاع قيم درجات الحراره، لان هي زيها زي الاحتباس الحراري بالظبط، ظاهره الاحتباس الحراري بتؤدي لمزيد من التغيرات المناخيه، ظاهره النينيو ايضا بترفع متوسط درجات الحراره العالمي فبتؤدي لمزيد من التطرف المناخي. وباكد تاني مش لازم كل حالات عدم الاستقرار في جمهوريه مصر العربيه، ممكن بعض الحالات نلاقيها عنيفه بشكل كبير من حيث كميات الامطار، ممكن نلاقي معدل امطار اعلى من المعدل الطبيعي بشكل كبير جدا، ممكن كمان بعض الاماكن الاخرى متعوده على معدل امطار نلاقي ندره في معدل الامطار، يعني مش لازم يبقى معدل الامطار دايما ازيد، لا، ممكن نلاقي ندره، فهي بتغير بشكل كبير النمط المناخي اللي احنا بنبقى متعودين عليه في فصل الشتاء. وظاهره النينيو بدات معانا في شهر 5 أو 6 الماضي ومكمله معانا يمكن لحد بدايه الصيف اللي جاي، لان مده استمراريتها من 9 لـ 12 شهر. ظاهره النينيو اثرت علينا في الصيف الماضي، شفنا احنا الصيف الماضي طول موجه التسخين او ارتفاع قيم درجات الحراره تقريبا استمرت معانا لحوالي 3 اسابيع، شهر 7 اللي فات كان الاكثر حراره على الاطلاق في كل سجلات المناخ، ممكن ظاهره النينيو تكمل معانا شهر 5 أو 6 اللي جاي، يعني ممكن تكمل معانا لبدايات الصيف اللي جاي، لان هذا العام مش مختلف كبير، احنا لسه بنقول ان قيم درجات الحراره هنلاقيها زي الاعوام الماضيه، احنا عارفين ان الشتاء في جمهوريه مصر العربيه بيكون شتاء دافي لكن بيتخلله طبعا موجات انخفاض في قيم درجات الحراره، شتاء هذا العام نفس الطبيعه، موجات انخفاض في قيم درجات الحراره او موجات في بعضها ايام بتبقى الايام دافيه زي الايام اللي احنا بنعيشها خلال هذه الايام، احنا قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات اللي المفروض نكون عليها بحوالي 3 لـ 4 درجات، دايما احنا بنسمعها قبل فصل الشتاء ان الشتاء ده ابرد شتاء، لا، احنا بنين في الاشاعات دي تماما، احنا بنقول الشتاء هذا العام زي الاعوام الماضيه في قيم درجات الحراره، يتخللوا موجات تبريد او موجات صقيع، ده اكيد طبيعي ان احنا في فصل الشتاء نشوف موجات انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن اللي هيبقى مختلف عن العام الماضي او العام اللي قبله هو التغير المناخي او عنف الظواهر الجويه اللي بدا حدتها تزيد بسبب التغير المناخي وبسبب كمان ظاهره النينيو. احنا هنا في الهيئه العامه للارصاد الجويه في تعاون كامل بين
بيننا وبين غرف الأزمات في كل محافظة على حدة، غرفة دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء، كافة الجهات المعنية في الدولة أثناء أي حالة جوية مرتقبة، إن كانت الحالة الجوية دي فيها ضباب وإن كان فيها أمطار أو أي حالة جوية مختلفة. السيول بشكل كبير بتحصل في جمهورية مصر العربية في المناطق الجنوبية، يعني جنوب الصعيد، سلاسل جبال البحر الأحمر، سيناء، لأن المناطق دي ليها طبيعة خاصة، طبيعة جبلية وجغرافية بتؤدي لتدفق مياه الأمطار من مناطق مرتفعة لمناطق منخفضة، فأحيانا السيول بتتكون على المناطق دي. الموسم المشهور دايما بالسيول في جمهورية مصر العربية هو الخريف، يعني الخريف هو موسم الأمطار والسيول في جمهورية مصر العربية، لكن في بعض حالات عدم الاستقرار ممكن تبقى كميات الأمطار غزيرة بتعمل بعض تجمع المياه في الشوارع، ممكن ناس تلخبط بينها وبين فكرة السيول ككل، لكن احنا في تعاون بيننا من غرف الأزمات بين الجهات المختلفة عشان نساعد كل الجهات المعنية في ان احنا نتفادى الأزمة قبل حدوثها، لان احنا هنا اسمنا يعني مركز الإنذار المبكر بمخاطر الطقس، لازم دايما ان احنا نتنبأ الحالة الجوية، بنقلل الخسائر. احنا طبعا ما بنقولش ان احنا بنمنع حدوث الحالة الجوية، لكن بنقلل خسائرها بشكل كبير من خلال تعاوننا مع كافة الجهات المعنية في الدولة، واهمهم طبعا غرفة الدعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء.